أيها الإخوة، كان هذا هو مشوار الفريقين في مسابقة الكأس منذ بدئها، وللفريقين مشوار آخر في مسابقة هذا العام وحتى التأهل للمباراة النهائية. نبدأ بفريق النصر، والذي وضعته القرعة هذا العام في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فرق التعاون والاتحاد والأهلي وهجر والطائي والوحدة والرائد. لعب أول مبارياته في دورة 16 أمام فريق التعاون، وذلك يوم الاثنين 25/6/1407 للهجرة. انتهى اللقاء بفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء. بعد فوز النصر بهذه المباراة تأهل إلى الدور الثاني، وهو دور الثمانية، وتعين عليه مقابلة فريق الاتحاد في مدينة جدة، وبالفعل التقى بفريق الاتحاد واستطاع هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد. محسن يمر، محسن وماشي، مر من عبدالله جابر، ما زال ماشي بديها المجد عبدالله، دخل منطقة الجزاء وبيحاور الحارس وبيلعب على المرمى، هدف بيسجله النصر في الدقيقة 18، لسه في بداية الشوط الثاني، وتصبح النتيجة هدف للنصر مقابل لا شيء للاتحاد. هيطلع 14 من الاتحاد اللي هو كمال ظافر، وحيخش صلاح المولد، اذا معناه انه حيقوي المدرب الهجوم، هيلعب جمال فرحان وحيلعب صلاح المولد وحيلعب جنبه محمد السويد، اصبحوا ثلاثه مهاجمين. تتلعب كره خطيره، هدف ثاني بيسجله ماجد بكره عرضيه اتلعبت من فهد العريفي، كره عرضيه في الدقيقه 21، اتلعب داخل مدخل الجزاء بعد مروان وعيدروس وعبد الله غراب، وتتشاط في المرمى، هدف جميل يسجله مروان في الدقيقة 37. نتيجة طبعا الضغط المتواصل من الاتحاد. بعد هذا الفوز انتقل النصر إلى دور الأربعة ليقابل بذلك فريق هجر في الأحساء، وفي هذا اللقاء استطاع النصر أن يفوز بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف مقابل هدف واحد لهجر، وليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية على كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين. سعد الطراري طول ناحية فهد الريفي ماشي مع الكرة، سيطر عليها، بحاول يمر ويعدي مع عبد الله الحمدي، يلعبها مش شرق انزل يا فهد الريفي، يلعب كورة مقشرة محمد الشلقان اللي على طول يصوب في المرمى ويسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 13 من الشوط الأول. سلمان القريني طول سلمان ناحية محمد الشلقان، داخل محمد الشلقان ناحية المرمى، جول الهدف الثاني للنصر برضه محمد الشلقان، يا سلام كورة يلعبها محمد الشلقان بكل عقل وبذكاء، ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الأول. لعب الضربة الركنية، تعدي في المرمى، جول الهدف الثالث، ماجد عبد الله براسه يحط الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 6 من الشوط الثاني. رياضي طولها، فهد الريفي صلحها براسه، فهد الريفي يحط بالمرمى، جول رابع للنصر، فهد الريفي يصلح
يطلع الكورة براسه ويدخل ينفرد بالمرمى ويحطها في المرمى ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.